أمامه كالديرولا، دوفان يحاول المرور من أجل لعب تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، حطها حطها حطها. الهدف الأول لمصلحة تورينو، الفريق الأفضل سجل، الفريق الذي سيطر وهدد هو من سجل أولا. نعم، إليتشا الصربي يأتي بالحل لكتيبة إيفان يوريتش، أول الأهداف من جهة تورينو. الفريق الذي شاهد هنا يحاول في المرة الأولى والثانية، دوفان زاباتا يا مزعج، من الكولومبي إلى الصربي، أرضية هنا تدخل الشباك. الهدف الأول في هذه المباراة ولمصلحة الضيوف. تورينو يريد الانتصار الثالث على التوالي. الكرة رأسية حاضرة، البحث عن كولباني، هنا المحاولة، كولباني قد يستفيد، كولباني من أجل التعادل. قوية 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 لمصلحة تورينو. نعم، المتألق لا يضيع، المتألق الفنان كولباني من أجل هدف التعادل، من أجل هدف السادس هذا الموسم، التعادل لمونسا. لا يحتاج الكثير من الفرص لأنه يعرف طريق المرمى، لأنه يعرف الشباك جيدا. شاهد الكرة احتاج لخلطة واحدة، لفرصة ثمينة واحدة. شاهد الخطأ، شاهد الخطأ هنا والاستفادة. جينيتيس نعم هو من أخطأ، الليتواني قليل الخبرة، صاحب 19 عام، لا تستطيع أن تهدي الكرة بهذه الطريقة. كأنك تقول لكولباني اتفضل سجل، كأنك تقول لكولباني ضع الكرة في الشباك. والتعادل يأتي لمصلحة مونزا. التعادل الآن بين الفريقين. قلت لكم هذه المباراة ستشتعل المباراة عند